محمد شكرا العويني، جزيلا. محمد العويني المكلف بتسيير شؤون بلدية تكريسة وإدارة. بالنسبة للمشروع بتاع التطهير، انطلق في فيفري 2023، مدة الإنجاز 18 شهر، تكلفة المشروع حوالي 34 مليار، قدم عام 80%، 80%. إن شاء الله معناتها يدخل حيز التنفيذ في جان في 2025. الخمسة مناطق المبرمجين إن شاء الله معناتها يبدأوا مربوطين بالربط، والمحطة تكون تخدم منطقة بدار، منطقة دويلة، منطقة البريج، منطقة المروة، منطقة سيدي عيسى، ومنطقة المرناقيل.